فترة كبيرة أنا كنت طلعت لحضراتكم وقلت لكم لعيبة المحترفة هيجوا إمتى؟ هيجوا إمتى؟ هيتم الإعلان عن اسمهم إمتى؟ وإيه هم بالظبط؟ وأتحمل دائما أتحمل دائما مغامرة الاجتهاد. شوف أنا دقيق، مغامرة الاجتهاد، للاجتهاد مغامرة، إيه المغامرة؟ إنك ممكن ما توفقش. بس إذا وفقت فدي بتبقى حاجة مهمة بالنسبة لك كفريق عمل، فريق إعداد، إنه أنت أصبت. ده ليه؟ علشان جسور الثقة المبنية بيني وبين حضراتكم. النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو يوم 7 مارس، وهقول لك يوم 7 مارس ده بالظبط في فيديو بتاريخ الحلقة، بتاريخ 22 فبراير. النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم على الصفحة الرسمية بيعلن الاستدعاء 6 محترفين لقائمة المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا. بالترتيب كده، محمد صلاح من ليفربول، بص الترتيب، خد بالك من الترتيب، ها، محمد صلاح ليفربول، النني ارسنال، حجازي اتحاد جده، تريزيجيه استون فيلا، احمد حسن كوكا اولمبياكوس، مصطفى محمد جلاطة السراي. هل حضرتك شفت من ضمن الاسماء دي احمد المحمدي؟ ما شفتش. مش المفروض ان المحمدي ده واحد من المحترفين المهمين؟ اه، لكن المعلومه بتاعتك لما بتبقى فعلا معلومه قويه وتطلع على الهواء وتقول للناس المحمدي مش موجود، لانه المنتخب الوطني ما بيفكرش ده انه المحمدي يكون موجود في الوقت ده لكبر سنه. فالبرنامج ده اللي بنقوله انفراد بجد، احنا ما بنبيعش لحد الوهم. تعالوا نشوف يوم 22 فبراير احنا قلنا ايه بالظبط على اللعيبه المحترفه، وامتى هيتم الاعلان عنهم، واسمهم ايه، وعددهم قد ايه. ايه اللي هيحصل بقى في موضوع المحترفين؟ في القائمه الافكار عامله ازاي؟ افكار الجهاز الفني عامل ازاي بالنسبه للمحترفين؟ خلينا نتكلم انه في عناصر اساسيه وثابته بالنسبه لمنتخب مصر. محمد صلاح جاي اكيد ليفربول، ايوه، محمد النني من ارسنال الانجليزي طبعا، تريزيجيه نجم استون فيلا، احمد حجازي نجم اهلي جده السعودي، احمد حسن كوكا نجم اولمبياكوس اليوناني المتالق، مصطفى محمد كسر الدنيا ما شاء الله مع جلاطة سراي. يبقى اللعيبه ديت جايه بمشيئه الله. الجهاز الفني كان رفض مقترح من بعض، يعني من خلال الافكار اللي كانت موجوده باستدعاء المحمدي، والفكره كانت في كده انه يعني كان في رغبه في النزول باعمار اللاعبين، والقائمه سيتم الاعلان عنها يوم 7 مارس بمشيئه الله. دي قائمه المحترفين 7 مارس، دي ايه؟ قائمه المحترفين.